السلام عليكم يا شباب. معلومة كده بسيطة كده النهاردة، الناس اللي هي دايما بتسأل عن تطعيم الجمبري الحي. انا الجمبري اللي معايا ده نطاط، انا بنحب الجمبري النطاط في رشيد يا جماعة. ماشي، بصوا يا جماعة، انا بنجيب الجمبراية نمسكها من راسها من وسطها من اي حتة، وكل ما انا بنعمله بنيجي من الحتة الاخيرة بتاعت الديل دي وبنشك الايه السنارة كده. واضح تمام يا جماعة؟ بصوا بقى الجمبري في المية بتبقى عاملة ازاي. اثبت طبعا الرصاصة اهي، الجمبري ده بيبقى ايه في المية بالمنظر ده كده يا جماعة. هي بتحاول تتحرك يمين وشمال، جمبريات تانية هي برضو. طبعا اي سمك بيدخل عليها، اي سمكة بتعدي من حوالين منها بس بتيجي ضربها على طول. ده بكل بساطة يا جماعة تطعيم الايه جمبري.